السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا ما عمري ما درت هذا النوع ديال الفيديوهات نهائيا، ولكن استفزتني بزاف بنت بوينة عيمة. واحد اللايف دارته البارح، انا اليوم هذا الفيديو هذا كنقدم ليها واحد النصيحه، نصيحه لوجه الله، لانك غتخسري كل شيء. داكشي كله اللي درتيه غيتضرب لك في الزيرو، لان الناس بداو كيكرهوك. راه شحال من واحد انا كنهضر معاه حاليا كيقول لي او تبدلات ولا تشكل ولا تحس براسها شي حاجه، ولا فينا هي داك اللي كانت كطلبنا وكتزاوق فينا نتفرجوا فيها ونعاونوها ونصيفطوا ليها المعونه وهادشي، فينا هي؟ يعني راك تسيفتي واحد السيفه اللي غتضرك، ما غاديش تنفعك. البارح تفرجت فيها واحد الفيديو، واحد اللايف كتسب فيه واحد السيده، اللي هذيك السيده هي تفرجت فيها وما باتش ليا، قالت شي كلمات ديال، قالت كتقول ام الرضيع اللي في السجن، اللي كانت في السجن. هذه ماشي معيوره وما عيرتك، لانك فعلا كنتي في السجن. انت كتردي عليها بالعاقره، الناس ما كيعايروش الناس بالعقر، هذاك الشيء ديال سي تربي. باغ كونطخ الحبس ماشي ديال الله، ديالك انت. اي واحد دخل الحبس فبسبب افعاله، بسبب داك الشيء اللي ارتكب هو. اما العقر راه شي حاجه اللي فوق طاقه ديال شي واحد، فهمتيني؟ كنتمنى تكون فهمتي النيفو باش كنهضر معاك. اللي شفتو اللي ضرني فيها انا بزاف هاد بنت مناعمه، اللي ضرني ما عجبنيش فيك هو الفيديوهات القدام ديالك، كيفاش كنتي كطلبي وكتساوي كتبكي راني حالتي ما عندناش ما ناكلو، وهادي كطلب الناس يعاونوك. حاليا راه اللي شاف الفيديوهات ديال هاد السنين كيفاش كنتي، كنتي بعدا بحال الوقيده هكا، يعني بفضل الناس وفضل الناس كيتفرجوا فيك، واش يعني المحتوى كتقولي انا عندي محتوى؟ ما شفتش عندك محتوى. كان يوميا كديري فيديو هازه شطابه كتشطبي التراب اللي قدام بابك، اولا كتغسلي الماعن، اولا كت يعني هادشي عادي لاي واحد كيديرو، يعني مع بنادم يستافد منه. كيتفرج في وحده بدارها كتشقى، يعني هذا هو المحتوى. واش من محتوى؟ اشنو كنستافدو من هنا كيك داخلك كتشطبي وكدير شكون كيديرو الناس؟ يعني الناس كيتفرجوك ماشي حيت عندك محتوى ولا كيستافدو منك، كانوا كيتفرجوا فيك حيت ترقفوا لحالك، حيت كنتي كتبقاي فيهم الفيديوهات اللي كنتي كديري شحال هادي. انت براسك رجعي راه غادي تصدمي من راسك، رجعي للفيديوهات الاولى ديولك كيفاش كنتي كتصرفي، يعني بقيتي في الناس وكيتفرجوا فيك واخا ما كديري والو، كتخربقي. يعني شنو داك الشيء؟ شنو كلشي كيعرف يجفف، كلشي كيعرف يصيق، كلشي كيعرف يغسل الماعن، كلشي كيطيب نيت كيخرج من يدي الحنا. راه كنعرف انا بنات كيخرجوا الجرو كيخرجوا الذهب من يديهم. واش منك يا حلاوي؟ واش منك يا كاطويات؟ واش منك يا اطباق ديال بصح وما ناجحينش؟ انت رأفو لحالك. وانتي دابا ملي درتي لاباس وبفضل هاد الناس، راه الناس كيخسروا انت فلوس الانترنت كيخلصوا في ديورهم شهريا وكيخسروا عليك انت زعما كي لاباس تولي، يعني حيت بقيتي فيهم كيفاش كنتي كطلبي الناس يتفرجوا فيك وهذا. فدابا بقاي في النفس، هذه نصيحه مني، اعتبريني اختك، اعتبريني اللي بغيتي. نصيحه مني، بقاي ديك الدرويشه، ديك السيده اللي كانت كتبقى في الناس، هذيك السيده اللي 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 اللي, اللي كانت كتطلب الناس يتفرجوا فيها ويعاونوها ويساعدوها، ماشي حيت شريتي الدار بفضل المشاهدين وشريتي موطور راجلك بفضل المشاهدين وبديتي كتاكلي مزيان وتبارك الله راه بارع لك الخير ديال اليوتيوب ما شاء الله، رغم انني ضد الوزن الثقيل. المهم تبارك الله يعني هادشي كله حصلتي عليه بفضل المشاهدين، وتبداي تولي اللي يسبك ولا اللي يدوى عليك نقزيه نقزيه. كنتمنى تكون رسالتي وصلت ليك، لان باش الناس ما كيعرفوش حاولي توعي بعدا، راه الوعي عندك ناقص بزاف، يمكن بحكم انك ما قارياش، ممكن ما عندكش نيفو سكولير، يعني مستوى دراسي ما عندكش، يمكن ما فاهماش. عندك الصحه والخلايقه ديال مولانا ما كتعيبش، ما كنعيروش بها الناس. الصحه شي مرض فك ولا هذا ما كنعيروش به الناس، شي عطيه ديال سي ربي، اي حاجه كتجي من عند الله ما كنعيروش بها الناس. هذه خصك ديريها في دماغك، تعلميها. هي ما عيراتكش، انا شفتها، انا ما كدافعش عليها، هي قالت غير ام الرضيع اللي كانت في السجن. هذه راه ماشي معيوره، واش ما كنتيش في السجن؟ كنتي بصح في السجن. انا غير بغيت ننصحك لوجه الله، لان شفتك غادي تبداي غادي يكرهوك الناس، وفعلا راني شفت الناس كيفاش بداو كيقولوا عليك او تصيفات وشي هضره قلتيها في اللايفات. واو، تحيدي عليا الزبل، حيدي عليا الحشرات، ومامات
انا النيفو ديالي طالع ما نجاوبش جوج كا تخوا كا ثلاثه كا، ما كتقوليش تخوا كا، كتقولي جوج كا و ثلاثه كا، انا كنجاوب النيفو طالع بحالي. نو 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 شمي الهواء اكسجين وتلقاي راه شتك نفختي بزاف. هذه نصيحه مني، اعتبريني اختك كيف قلت، اعتبريني اي وحده. المهم النصيحه لوجه الله، تواضعي، هبطي الارض، رجعي للماضي ديالك، رجعي للول ديالك، رجعي للول ديالك باش تبقاي في نفس السين. راه حتى واحد ما يبقى يتفرج فيك، غادي يكرهوك الناس، وفعلا راني كرهوك الناس، راه بداو كيكرهوك. انا شخصيا استفزتيني، لان انا كنت متتبعه، وما تقوليش حبك حيت ما بغيتيش تدعميني، داكشي ديالك حر، انا ما عنديش مع الدعم، دعميني ولا ما تدعمينيش، انا ما محتاجاش اليوتيوب باش نعيش، يعني الحمد لله والشكر لله، عندي دماغي خنخدم به، وعندي راجلي الله يحفظه ليا، الله يخليه ليا، ما محتاج. فالحمد لله، يعني بغيتي تدعميني داكشي شغلك، يعني ماشي تقولي حيت ما بغيتيش تدعمها، لا والله ما انا بقى ما بغيتيش تدعميني، وفهمتك قلتي انا عندي كيوقع لي مشاكل بالدعم، فهمتك ودزت عادي. ولكن دابا انا بقيت كنتبعك، بقيت مابوني عندك، وكنتفرج فيك، وبعض المرات كنعطيك شي كومونتيرات كنعتقدك فيهم باش تحاولي ديري. علاش؟ لان بقيت شفتك في الاول ديالك، وبقيت مع هذيك الرأفة ديال الاول، فدابا ملي كتبالي ليا كتعيري الناس بواحد المعيور ما خصكش تعيري به الناس، لانه غتي في الدنيا ما تطلبي السلامه، وما تعيري الناس بالعكر، تيكون ولادك اللي ولدتيهم خرجوا شانو هما، فهمتي؟ عاد تعيري ها وحده ما ولدتش، يعني فهمتي؟ يعني حشومه، انا مع استفزتيني بداك المعيور ديالك، يا العاق راسي ما عطاهمش لك الله، انت عطاهم لك الله، خليه بدا تيوصلوا لشي مستوى رفيع، يعني ما يخرجوش عاله على المجتمع، يخرجوا كارثيين، لا قرايه لا وعايه لا دبلومات لا شواهد لا لا تعاجه، خلي بعدا حتى يخرجوا لك، خليتي يزيدوا سمي يسعد كيف تيقول، خليتي يكبروا ولادك ويوليو شي حاجه مهمه في الدنيا وشي هذا، عاد عايري الناس اللي ما ولدوش. انت ولات الباقنا فراتة، تطلبي السلامه، تطلبي السلامه اختي، وتواضعي ورجعي لديك بنت مي ناعمه القديمه، بنت مي ناعمه القديمه اللي كانت شحال هذه، اللي كانوا الناس كتبقى فيهم كتبكي عليهم وتشكي عليهم، وكانت حالتك تيكي الوقيده كيما قلت، وزركك الشمس، وباين عليك الفقر المدقع، وباين عليك حالتك، يعني شو تبارك الله دابا كي وليتي بفضل المشاهدين، يعني غير احترام على المشاهدين، ما تستفزيهمش، ما تبينيش لهم نتوما انا كنت كنضحك عليكم بواحد الوجه، ها الوجه الحقيقي ديالي. فبلا ما نطول عليكم البنات، هذه غير نصيحه لبنت مي ناعمه، لان الصراحه بقات في فالبنات، انا غير بقات في الصراحه، لان اصلا كانت كتبقى فيها من البدايات ديالها، وبديك الطريقه باش كانت كتطلب الناس وتبكي وتشكي، باش انا وليت كنتبعها وكنتفرج فيها من الفيديو من الاول حتى الاخير، وندير لايكات، وبعد ما كندير كومونتير كنتاقدها، وبعد ما كنشكرها يعني كل مره. ودابا ملي شفتها يعني تبدلات وتغرات بالصالح العباره، يعني تغرات بزاف، يعني السيده ولات كتحس براسها احسن من الناس، لا لا لا، راه الناس طلعوك رأفه بك، ماشي حيت انتي واعره ولا عندك محتوى خاطر كنستافدوا منه، لا لا لا، حنا كنا كنتفرجوا فيك، والمشاهدين كاملين كانوا كيتفرجوا فيك، ويعني ودعموك وطلعوك لهذا الشيء اللي انتي فيه دابا، غير رأفه ورحمه بك، يعني كانوا كنتي كتبقاي في الناس، حيت كنتي كتبكي كتشكي اما المحتوى ديالك شنو هو؟ مرا في الباديه كتشطب التراب حدا بابها، كتغسل معنها عادي، كلشي العيالات كيديروا هادشي في ديارهم. ولا بلاص ما نطولش عليكم، كنتمنى بنت مي ناعمه تكون فهمتني واستفدت من الفيديو، وترجع تنسى عليها المشاحنات، وترد اللي بغى يقول فيك يقول، واللي ما بغاش يقول فيك، واحتفظي بليماج الاولى اللي شفناك بها اول مره، يعني راه بديتي كتستفزي الناس صراحه، بداو الناس كيكرهوك، يقولوا دي كانت كتنافقنا، كانت كتبين وجهها، ودابا ولات وجهها. حاولي ترجعي بنت مي ناعمه الاولى المسكينه درويشه اللي ما كتعاير، ما كتسب ما والو، ساكته كتخدم على خدمتها وصافي، غير ورينا حنا بغينا نبقاو نتفرجوا فيك. دابا بقى حتى واحد بغي يتفرج فيك، واخا كتهزي غير شطابه وتشطبي الطراب قدام بابك، كنا كنتفرجوا فيك رأفه بك ورحمه، يعني كنت كتبقاي فيه. دابا حتى واحد ما غيبقى يدخل عندك كاع، يعني حاولي ترجعي ديك بنت مي ناعمه القديمه وصافي. بلا ما نطول عليكم البنات، بيزو بيزو، هذا اول مره كندير هذا النوع ديال الفيديوهات.
فوالا بنات فوالا بلا ما نطول عليكم، ما كنتمنى نتلقى بكم فرصه جديده في موضوع جديد. في على كيف كتعرفوا كنقدم لكم غير منتوجات اللي كنجرب وكنقول لكم واش مزيانين ولا مزيانينش، وبعض المرات كندير لكم روتينات هكا يوميه عاديه يعني عادي. بعض المرات كتستافدوا من الفيديو وبعض المرات غير كنشارك معكم حياتي اليوميه هذا المكان. فوالا كنتمنى نكون عند حسن ظنكم، وكنتمنى يا ربي يكون هذا الفيديو هذا ما تقيتش على قلبكم. بيزو بيزو، يلا بروشان.